قادرة نعم لو ما كانش عنده حظوظ وعنده آمال وعنده اقتناع في نجاح الأمة الجامعة العربية لكانت يعني ما تنظمش يعني هذه القمة. إذن فأحنا في الجزائر متعودون على ماذا؟ متعودون على مثل هذه الاجتماعات الكبيرة جدا، يعني قمنا بأكثر يعني من الجامعة العربية، والجامعة العربية يعني في عند العرب وفي بلد عربي وبين إخوان عرب. إذن فكل الأمال موجودة، وكل التخمينات لهذه القمة فهي في محلها، وستنجح هذه القمة طالما الجزائر بادرت بهذا الاجتماع. ثم الوفود الذي بعثت إلى الملوك وإلى رؤساء العرب وجاءت بالنتيجة الإيجابية، هذا دليل على أنه كلهم قابلون على أن القمة تنجح في الجزائر، في أرض النضال، في أرض الناس يعني اللي متعودين يعني على جمع الشمل كل العرب.